شباب غادي نجيكم من الاخر وغادي نقول لكم الثمن ديال هذا الباك. هذا الباك اللي فيه ثلاثه ديال لي زارتيكل كلهم واعرين، 300 درهم شامله المصاريف التوصيل فين ما كنتي في المغرب. 300 درهم شوف شنو غتاخذ بها. غتاخذ بها بارفان فيه 100 ايميل او دو بارفان انسبيراسيون سوفاج كريستيان ديو فيرسيون او دو بارفان. هذا البارفان هذا فيه 100 ايميل وغادي يوصلكم هكا برودوي تيستور، ومعاه سبراي ديودورون فيه 200 ايميل، ومعاه جيل دوش فيه 250 ايميل. 300 درهم فقط شامل المصاريف التوصيل. هادو كلهم الريحه ديالهم انسبيري من سوفاج الاودو بارفان. ثلاثه ديال لي زارتيكل فين ما كنتي في المغرب ان شاء الله يوصلك هذا الباك هذا. نزيد شويه ديال التفاصيل باقي مازال. غادي نقول درتي جيل دوش، لبستي حويجاتك، رشيتي هذا البارفان هذا، غادي نقول لك كما كنقول بزاف ديال الكليان رونفورسيه ب ديودورون سبراي، هذا رشو فوق الحوايج ما عندكش مشكل. وتما تريحتي ليا، درتي كتما خارج شابع بارفان، روعه روعه روعه. اللي كيسول على المحل ديالنا حنا كنتواجدوا بسوق الحريه مدينه ازكان، واللي بغى يبروفيتي في هذا الباك هذا غادي نخلي لكم غادي نخلي لكم اللين ديال السيت ديالنا باش تدخلوا تكومونديو. واهلا ومرحبا.